هو حكين سياق ديال الاضرابات ديال الاساتذه. انت كاستاذه مدرسه عموميه كيف تابعتي هذا من الخارج فضل التتويج ديالك؟ اكيد انني كاستاذه اصلا سافرت قبل وكاين هذا الاحتقان، هذا كنتمنى انه يوقف هذا الاحتقان، انه نسمعوا الاستاذ، لان الاستاذ دائما اقول واكرر هو الفاعل الاساسي، هو العمود الفقري ديال المنظومه. ما يمكنش نطوروا بالتعليم اللي هو القاطره ديال تنميه المجتمعات وتطور المجتمعات الا ما كانش عندنا تعليم جيد. باش يكون تعليم جيد خاص يكون الاستاذ محفز، خاص يكون الاستاذ يعني مرتاح باش يقدر يقدم، باش يقدر يبدع، باش يقدر يجدد. فاكيد انه دائما خصنا نصطوا الاستاذ لانه هو العمود الفقري ديال المنظومه ديال التعليم.